فتحنا دورة ثانية في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، ودائما نقولوا أن دورة جديدة هو باب جديد تاع أمل يطرقه أبنائنا اللي نتمنوا لهم التوفيق. راكم شفتوا أن العدد تجاوز الآن أكثر من 336,000 متربص، وهذا مسجل بشكل رقمي، وعندنا كل المؤهلات والتجهيزات باش نستقبلوهم في أحسن استقبال ويتكونوا بطريقة تسمح لهم أنهم يتأهلوا لسوق العمل وفي نفس الوقت أنهم يكونوا مؤسساتهم.